محافظة البحيرة شهدت جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان. شاب أنهى حياة والدته وأصاب زوج أخته بإصابات بالغة. هنا أمام منزل الضحية الحاجة وجدية رحمة الله عليها، هنعرف من جيرانها إيه اللي حصل. طب جيراننا إحنا بس، طب حكينا حاجة إيه اللي حصل. اللي حصل هي كنت عارف هي وابنها والله، علشان على طول والبارحة تعرف بقولها عشان فلوس، عشان فلوس عايز يسافر. كان عايز يسافر بس تعمل إيه يا ايه اللي حصل يا حاجه؟ بتاع اللي حصل يا بنت ان هي كان في اليوم والثاني بيتعارف معاه عشان فلوس، وبيقول ده تعبان وهي بتجيبش تعبان عاوز اكشف عليه وتعبان. وبعدين كنا جوا، بس انا كانوا بيقولوا ده ضرب امه وعورها وماتت وخلاص، ما نعرفوش غير كده والله. يا بنت بتشتكي على طول يعني ده تعبان؟ سمعنا من الناس يعني. بعد ما ضربها حاجة؟ بعد ما ضربها انا ما شفتهوش، انا ضربها المستشفى. ضربها يا عم، ضربها على المستشفى يا عمي. اصاب زوج اخته، يعني اصاب زوج اخته، اصاب زوج اخته واصاب اخوه، واخوه بيقول لك الكبير برضه بيقول عليه الصغير. وقعد على الكرسي، قاعده على الكرسي، انا ضربها قاعده على الكرسي. الله يعينها، انت كنت تشتكي منه والله يا جماعه، على طول بتقول تعبان عايزين نعالجه. المصري اليوم، مصري اليوم. طب احكي لنا تفاصيل اكتر. والله انا ما عرفت غير كده، بس انا فريحه يعني ده يا عم جدار. بس فريحه، انا فريحه جدار في الدار هناك. بس هي كانت بتشتكي منه على طول يا عيني والله، عشان تعبان وعايز تكشف عليه. كانت بتشتكي لك منه دايما؟ ايوه والله بتشتكي لي، تقول لي ده غلبان، ده عايزه نكشف عليه، ده تعبان بحسابه تعبانه وعايز يسافي. وكان دايما في خلافات. ايوه كان على طول بيزعق والله. كان بزعج منها عشان هو عنده كم سنه؟ والله ما عنده كم سنه، 33 بيقول. اسمه محمد وشهرته نانا. محمد احمد السنهور، محمد احمد السنهور شهرته نانا. بص على فكره، بص اخواتي واخواتي هناك، اخواتي هناك اهو، اخواتي خالته اهو، ولاد خالته. طيب بالنسبة لزوج أخته كان بينهم؟ لا والله ما نعرف عن زوجته، احنا بنعرف معاه على طول. فارس بياخد فلوس عشان ماسك فيه، والفكرة اللي هيصير في السيد يعمل لك أكتر هناك، دول اللي هم نسوان خوات، نسوان خوات، نسوان خوات اللي قاعدين هناك دول. طربة حضرتك يا حاج، طربة حضرتك. حضرتك قريب المتوفية رحمة الله عليها؟ البقاء لله. حضرتك احكي لنا ايه اللي حصل. حصل ان اللي جنبهم بيتصلوا بيا وبيقولوا ابنها ضربها بالسكينه. جينا لقينا الواقع حصل. ايه السبب يا حاج؟ مش عارف والله، ما اعرفش السبب. انا ساكن بين اهل ومصر. كان في خلافات؟ لا ما فيش خلافات يا ريت. وبعد ما يعني ضربها بلغنا طبعا الحكومه، والحكومه جت خدته. هل يعني كان حامل السطور وراح؟ ما شفناش شايل الحديده والجنزير وبتاع، ما شفناش السكينه دي بصراحه. جنزير وايه حاج؟ جنزير وسيخ حديد، شومه حديد معاه، حديد او بلطه حديد على ما اعتقد يعني. اللي قال لكن موضوع السطور ده مش حقيقي. لا. وراح لزوج اخته؟ راح لزوج اخته برضو عشان اتهجم عليه، ضربه في دراعه طعنتين ثلاثه في دراع اليمين والدراع الشمال. طيب كلمنا عنه، سنه كام سنه؟ 25 سنه. عمه من اخوه يعني. في حدود 35 سنه هو حاجه كده. كان بيشتغل يا حاج؟ كان بيشتغل في العاصمه يعني باليوميه بس كده. باليوميه؟ بيشتغل في معينه بحط صوب. شغال دي على دراعه. شغال على دراعه. شو طيب اي اضافه او توضيح يا حاج؟ لا والله ما عندناش حاجه، بس نشوف بس المصيبه اللي انا فيها دي، ودوس تاني بس عشان الفلوس.
ربنا يرحمها ويرحمته. ده منزل الحجة وجدية رحمة الله عليها. بقى للحج. البقاء لله وحده. متابعينا، كنا في بث مباشر مع حضراتكم من امام منزل الحاجه وجديه رحمه الله عليها في قريه صنبور التابعه لمركز دمنهور بمحافظه البحيره. الحاجه وجديه ابنها محمد انهى حياتها امس، واصاب زوج اخته باصابات بالغه.